طيب listen to chapter 1 inherited traits الخصائص المتوارثة الصفات الوراثية المتوارثة فين في a litter of kittens بيقول read the dialogue here a dialogue doesn't classify the traits in the table below have you ever asked yourself هل انت سألت نفسك قبل كده how babies ازاي البيبيز look like their parents ازاي البيبي بيبقى شبه والدي when new living things are born لما البيبيهات الجديدة دي بتتولد they are called offspring بنسميهم النسل offspring each living organism كل كائن حي each living organism كل كائن حي has traits عنده صفات وراثية which form its characteristics بتكون الصفات بتاعته that make each organism بتخلي كل كائن حي look بيبدو and behave وبيتصرف the way it does بالطريقة اللي هو بيتصرف بيها Do we get all traits from parents? هل احنا بكل الخصائص بنجيبها من الآباء? No, I don't think so. That's right. ده صحيح. Some traits, بعض الصفات الوراثية or characteristics are passed from parent to their babies or offspring. بتنتقل من الآباء إلى النسل الجديد and we call these traits وبنسمي الخصائص دي أو الصفات دي inherited traits الصفات الموروثة أو المتوارثة while some traits بينما بعض هذه الصفات aren't passed from parents ما بتنتقلش من الآباء but babies ولكن الأطفال لكن الأطفال الرضع learn بيتعلموها and develop وبيطوروا some of them بعضهم as they grow وهم بيكبروا and live وبيعيشوا in their surrounding في البيئة المحيطة or throughout their life أو خلال الحياة and we call these traits وبنسمي الصفات دي not inherited غير متوارثة صفات غير متوارثة not inherited traits the inherited traits الصفات المتوارثة are like eye color skin color لون العينين لون الجلد fair color لون الشعر وهكذا لون الفروة بتاعت الجسم وبعدين هنا بقى عايزني اكتب ايه هي الانهيريتد تريتس والنوت انهيريتد تريتس في الانهيريتد تريتس نقول ايه في الانهيريتد تريتس هنا في الانهيريتد تريتس هنا هنا نكتب ايه الهير كولر طب والريدنج تبع ايه تبع النوت انهيريتد تريتس طيب والماوس شيب في الانهيريتد تريتس طيب والرايتنج نوت انهيريتد تريتس طيب والنوز شيب في الانهيريتد تريتس طيب رايدنج ا بايسكل في النوت انهيريتد تريتس طيب